هل كل شنب بيختلف؟ انت عندك كم شنب في العلبه دي؟ كتير. كم يعني انت وانت طول ما انت ماشي تشتري شناب مثلا ولا ايه؟ لا مش اشتري شناب اصل ومش كل واحد بيمثل الشخصيه البلدي بيبقى عنده شناب. لا انا عاشق للمعلم. يا عشره. يعني النهارده 30 35 سنه احنا مع بعض. اتلخبطنا ببعض ما تعرفش محمد. لكن انت عمرك ما كان ليك شنب، ما لكش شنب كان طبيعي. والله قبل ما امثل كان ليها شنب. شوف حاجه شنب طبيعي حقيقي. وبعدين سمعت نصيحه زمان من ممثل قديم قال يعني يستحسن الممثل ما يكونش له شنب عشان لما نحتاجه في شخصيه ملوش شنب يبقى جاهز. عايزين شنب اهو عندنا المكير بسرعه يختار لنا الشنب المطلوب. انما لما عملت شخصيه المعلم مفيش معلم من غير شنب. طيب احنا هنفتح القناه الثانيه برضو، خلي في ايدك في ايد حضرتك علبه الشنب الريموت كنترول جنبك اهو. قناة الشناب اثنين كويس. احنا هنعدي على ثلاث انواع من المعلمين ونوعين من الناس اللي بيستخدموا شناب ومش معلمين. النوع الاول شوف حضرتك المعلم ده اللي انت شايفه ده ايه نوع، والشنب اللي ركبه يبقى شكله ايه ويتكلم ازاي. هو هنديله الشنب ده، الشنب ده شنب ده ممكن يتثبت دلوقتي كده ولا صعب؟ لا يعني لو اتحط كده قدام الكاميرا بس هو يتحط كده اهو. بس ايه اهو ممكن. طيب احنا شفنا واحد وكل شنب تقترح له الشخصيه اللي يعملها. يعني يعني مثلا ده مهندم شويه عندك، يعني في هو كبير في السن شويه وابتدى الشنب ياخد شكل تاني. وابتدى الراجل الوقور بقى اللي هو اكبر من دوكا. يعني تخطى مرحله ان هو بالكلمه يحكم السوق. مش لازم ينزل يتخانق ولا بس يقول كلمه كده يبص بصه كل شيء مش تمام. كويس. في معلمين كمان مثلا تلاقي المعلم يعني ما يلجأش للبرمة التقليدية وتبقى كده هو عادية، عشان ايه؟ مش ضروري البرمة دي. البرمة دي يعني ايه؟ هو عاوز يخرج من شخصية المعلم شوية، او عشان لما يتخفى ويلبس بدلة يقدر يلبس البدلة ويبقى له اجواء ثانيه. ممكن ده. وفي في شنب باشا كتير. مش في شنب للباشا؟ في شنب للباشا. انت عم تعمل دور في اخر دور في باقي من الزمن ساعه. بعمل دور. طب ايه الفرق بين شنب الباشا وشنب المعلم؟ لا تفرق. يعني شنب المعلم بيبقى عادي والبرمه بتاعته عاديه، انما شنب الباشا اللي انا بعمله في ماده اسمها الكوزماتيك
بيتعمل بيها ويتلمع ويبقى على حسب شخصية الباشا وعلى حسب لبسه. واحنا ما نتكلم على الشناب دي او ان انا رحت مطلع الشنب ومركبه، انا مش عبقري مكياج ولا انا يعني واد فتك يعني ولا حاجة. لا انا بحب الشغل انما انا دي تظهر لما يكون في المكيير اللي هو مثلا معايا في الفيلم او خلاص دي حاجه خاصه بي انا. لو فرض احنا بنحب بعض انا والمكيير وعلاقتنا كويسه، اوريه له اللي عندي ويصح ينقي حاجه من عندي، وبعدين يصح ما يكونش جاهز مش عيب ان انا اقول له ان فيه لان لازم يتقال له قبلها على الشنب المطلوب. انما هل ده وانا دارس مكياج ودرست مكياج معناه ان احنا نستغنى عن المكياج؟ لا يمكن. لا يمكن. طيب احنا هنروح على قناه ثالثه اللي هي متحركه شويه، علشان احنا لغايه دلوقتي ما شفناش المعلم رضا بقى بالجمل الكاريكاتير بتاعته اللي احنا مستنيينها على قناه 3. حضرتك هتفتح قناه 3 ريموت ورا. هتسند بقى العلبه هنا دي عشان ما تلخمناش كده. ما انا هتلخبط فيها هي والريموت دلوقتي بقى بعدين. بس دي فيها حتت برضه راح بتدوس عليها. دي اشهر جمل كاريكاتير انت قلتها في كل ادوارك اللي عملتها يا معلمين، ليك لوازم كاريكاتير مشهوره قوي. هو في كتير يعني انا عايز اقول لك حاجه، ان ساعات وانا بعمل شخصيه تطلع في المسلسل يعني مثلا من احسن الناس اللي كتبوا لي كمان عبد الرحمن شوقي مثلا كتب لي عماشه عكاشه. ففي مسلسل عماشه رغم انه عمل لي حاجات في كما هذا هل انا اسوأت اليك؟ عايزينها بقى. لا عايزينها بالمعلم بقى. ما هي بالمعلم بالاداء موجوده يعني. لا بس موجوده. عايزينها سنة. لا انا عايز اقول لك على حاجه اكتر. يعني تخيل اني انا بشتغل في المسلسل ده وبقول كلام غريب جدا كتير، وبقول على حاجه هلبت مش عارف ايه انا عايز حاجات انا عايز ده. معلش بس سنين طويله فاتت يا عم رمسيس. انا عايز اقول لك في عز ما انا بعمل عماش عكاشه وبعمل الحاجات اللي فضلت سنين الناس تقولها، واللي قالوا ان انا هبوظ اللغه العربيه، واللي قالوا مش عارف ايه، انا ولا بوظت اللغه العربيه ولا حاجه. انا عشقت جمله مش انا اللي بقولها في المسلسل. مين الجمله اللي كان بيقولها السيد زيان؟ كان بيقول ايه السيد زيان؟ كان في المسلسل عامل دور اوفا وزميله شراب اللي هو عبد السلام محمد، وكانوا الاثنين ضد بعض لان شراب كان لئيم شويه واوفا ده كان طيب وكان بيحبني قوي، لان انا كان قلبي على اليمين ولقيته ان هو قلبه على اليمين يعني حبيته عشان كده. فالولدين في الوكاله عندي وبيشتغلوا وفي صراع جامد جدا. اوفا في يوم ماشي لقى حمار صغير فاخده ورباه، سماه برعي ورباه عنده. واهم شخصيه عنده في الحياه هو برعي الحمار ده. فبيعايره شراب بيقول له البعيد انت خايب، انت لو ما كنتش يعني البعيد بهيم كنت تحب حمار. قال له انا بحب حمار صحيح، انما انت عارف ليه انا بحب الحمار؟ قال له ليه؟ قال له عمرك وانت ماشي في الشارع لقيت حمار قابل حمار خده بالحضن وبعد ما مشي قاعد يتكلم عليه؟ جملة خطيرة جدا. يعني احنا ياما بنقابل بعض وبنبوس بعض وبتاع. قال له عمرك شفت حمار قابل حمار خده بالحضن وباسه وبعد ما مشي قاعد يتكلم عليه؟ يعني جملة حلوة. طب سيد زيان اكثر واحد اشتغل معاك؟ سيد زيان اشتغل معاك كتير قوي. سيد زيان سيد زيان وعبد السلام محمد وسيف الله مختار مجموعات كبيرة. طيب من الشخصيات الكاريكاتير اللي انت اشتغلت معاهم برضو او القصص الكاريكاتير اللي حصلت، هم ممكن هنشوف قناة 4؟ شوف قناة 4. هو كتير يعني قصص كتير قوي. يعني احنا يعني تيجي نتكلم كده بحرية. يلا. اصل دايما ايه لما اجي انا في برنامج ابقى محضر بقى. لا احنا مش محضرين حاجه. عبقرياتي ومحضر الابداع الفني اللي انا عملته، وان انا ف
في يوم عملت مسرحية ما بقاش حد عارف يدخل المسرح ولا يخرج، وعملت أعمال كسرت الدنيا، الناس كسرت الدنيا كتير قوي. فما تيجي نتكلم. يلا يلا أنا عايز كده. يعني عايز أقول لك إيه، ساعات واحد بيفتكر نفسه إن هو مشهور قوي وجامد قوي، وبعدين يفاجأ بحاجة طريفة جدا بفرقة حلوة. يعني مثلا إحنا في السبعينات كنا بنعمل بروفات مسرحية البولوبيف بتاعت محمود السعداني، وكنا بنعملها في مكتب عبد الرحمن الخميسي في شارع عدلي، يعني وسط القاهرة. وبعدين ايه، انا كل يوم انزل من عربيتي ماسك شنطتي اللي فيها النص، واخش من باب العمارة، فيروح البواب واقف منطور ضارب لي تعظيم سلام ودخلني لغاية الاسانسير، وايه يحتفي بيا جدا ويطلعني، وبعدين ايه اديله اللي فيه الاسم ويسلم عليا. انا فخم قوي زي ما زي ما انت قلت كده، هو انا جاي كده مش بروح الجلابيه. وبعدين ايه فضلت كده، ففي يوم داخل لقيت حوش العماره مليان اطفال 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 صغيرين. اول ما دخلت المعلم رضا المعلم رضا المعلم، وعملوا لي زفه ما حصلتش. فجي البواب شخط فيهم، يلا يا ولد يلا امشي يلا امشي امشي، ومشاهم وراح واخدني لغايه الاسانسير مع الشنطه، وقفل باب الاسانسير انا وهو. الاسانسير من النحاس كده ملوش ازاز يعني يعني تشوف وتسمع كويس. فالعيال رجعوا اتلموا واتجمعوا كلهم لباب الاسانسير وقالوا ايه معلم رضا معلم. الراجل راح فاتح باب الاسانسير، ايه ايه يا ولد ايه يا بنت عمركم ما شفتوا اسانسير؟ قال ان الراجل اللي في شارع عدلي اللي في وسط القاهره مش عارفني، وانا كان بقى وانت رايح جاي كل يوم وفخم قوي يعني، مديله الشنطه هو فاكرني مهندس محامي دكتور. اللحظه دي ما يعرفش عمركم ما شفتوا اسانسير. فقال الحاجات دي بتفوق الواحد برضه عشان ما يتغرش. لا بس انت دلوقتي اول ما دخلت التلفزيون لقيت برضه بين المعلم عمرهم ما شافوا تلفزيون. طيب لا دلوقتي دي حاجات ظريفة والله. هي كلمة تكسر الدنيا دي، كلمة كل واحد يقابلك يقول لك أنا عملت شغلة كسر الدنيا. لا ده مش يقابلني، ده إحنا ساعات نبقى بنشتغل وبعدين من كتر ما بنقول الحكاية دي نبقى مثلا بنسجل مسرحية، وأنت عارف المسرحيات دي بيبقى لها ظروف، المسرحيات اللي بتتعمل عشان التلفزيون دي، نبقى في أواخر الفصل الثالث خدت بالك واخرجوا الممثلين. يا سلام مكسرة الدنيا، مكسرة الدنيا يعني مكسرة الدنيا دي سببها ايه؟ ان احنا خارجين ناخد القسط الاخير. فالقسط الاخير ده بنطمن المنتج. طب انا بفكرك بحكايه، اقول لك حكايه. مره احنا رحنا نعمل مسرحيه فادوني النص، والله قريت ويجي 7 مرات عشان افهم، ما فهمتش حاجه. مكتوب عربي؟ عربي وانا البطل فيه وعامل دور مهم قوي وكل حاجه. وبعدين قلت للمخرج انا مش هقول اسامي معلش بس هم لما هيسمعوني هيفتكروا سين وصاد. فانا قلت للمخرج، قال لي معلش معلش كل حاجه تصلح وبتاع، وابتدينا نصلح. وطبعا التصليح ده بيقتضي ان تغييرات، قاعد يعمل تغييرات طبعا، كل شيء من اساسه مش مظبوط ما يتصلحش بسهوله، ونهرب من المؤلف، ويوم ما يجي نلغي البروفة عشان المخرج عيان، وحاجات غريبة أو بتعب. وبعدين التصليحات قالوا اتعملت، فأنا فات أسبوع، احنا قضينا عربون في الأول راجل كوركت جدا وطيب جدا المنتج ودانا فلوسنا، جه فات أسبوع فأنا قلقان كده، فخدت القسط معايا في الشنطة مع النص وقدت لهم النص وقلت لهم القسط اهو. فالراجل خدني على جنب قال لي انت زعلان يا استاذ محمد، وراح جايب القسط تاني، فبقوا قسطين فاكرني ان انا عايز فلوس. انت اعترض؟ فخدت القسطين ومسك فيا. ما انا بقول لك ايه، كل ما تكون طيب صح الطيبه دي تضيعها. فاسبوع تاني خدت، اسبوع تالت خدت، اسبوع رابع خدت، بقى معايا شويه. وبعدين طب اعمل ايه؟ خلاص دخلنا على التسجيل وهنسجل، ما اقدرش اعتذر. اتضح ان انا اخدت كل حسابي في المسرحيه، رحت ماشي. فجينا سجلنا، لا ما اقدرش سجلنا، وبرده كلنا ما فهمناش حاجه ما عدا المنتج ده طلع بس نابوس وقال مكسر الدنيا مكسر الدنيا وسعيد جدا جدا. وبعدين راح مديني قسط، قلت له انا خدت، قال لا واشمعنى كلهم ياخدوا وانت ما تاخدش؟ عشان قعدت لغايه الاخر.
وكسرت الدنيا فعلا. معانا واحد زميلنا كان بيقابله، كل ما يقابله يقول له هايلة دي طلعت، طلعت تجن. احنا طبعا بعد ما نسجل حاجه زي ما نحبش نشوفها، لان احنا عارفين اساسا هي ايه، هنعمل ايه. فيقابله يقول له هايلة تجنن مش عارف ايه. وبعدين راح المكتب لسبب تاني زميلنا ده، فدخل المكتب كده لقى هو قاعد وراه كوم من الشرايط والبتاع. قال له ايه ده؟ هذه المسرحيه الزفت اللي عملتوها انت ومحمد رضا، ما تبعتش منها ولا بلد لغايه ده. لو مش انت كنت طيب كنت بتقول مكسره الدنيا. انا كنت مكسره الدنيا وكانت حلوه. انت رسمني وانا معلم وماسك مرايه وباصص في المرايه ومش لاقي نفسي. طب ما هو انا ليا حق ما لاقيش نفسي، لان الناس اتعودت عليا وانا معلم. وبعدين دي شخصيه عاشت معايا 30 35 سنه، فالعشره الطويله دي مش بسهوله وانا كده معلم ابص الاقي نفسي فندي. انما معنى كده انا مش ما بعملش معلم بس، انا عملت المفتش العام والبرجوازي النبيل، ودلوقتي بعمل دور باشا في باقي من الزمن ساعه، ومستعد اطور نفسي واعمل ادوار كتير. انما المعلم ده هو الاصل. دي عربية فولكس. فاكرها نظارة ولا حاجة. لا دي عربية. عربية في نظارة بعجل. وبعدين في نظارة بدريكسيون. عربية. عربية. عربية حلوة واكسدام اهو. وبعدين بس يمكن أنت مش واخد بالك عشان إيه؟ ال ورا مفتوح الكابوت. جميل. كويس؟ فهنا أهو في بدل ما نرسمها على مرحلتين. خلاص يعني هو بينزل. ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ان في واحد معلم اشترى عربيه فولكس فاجن ومشي بيها في الطريق الصحراوي، فوقفت العربيه، نزل يعافر فيها انها تمشي مفيش فايده. فتح الموتور عشان يبص هنا، ما لقاش حاجه، راح واقف ومشاور. قام فايت واحد تاني معلم، قام قال له والله لو سمحت، معاه عربية فولكس برضه، قال له لو سمحت ما عندكش عدة ولا حاجة أعافر بيها عشان العربية تمشي. فنزل وفتح الورا بيفتح الشنطة عشان يشوف له حاجة. قال له حظك يا معلم، أنا بفتح الشنطة لقيت موتور بحاله، خده واوصل بيه وما ترجع يبقى بعتهولي. دلوقتي أحب أبعت البرقية دي لكل فنان قديم فرش لنا الأرض بالورد عشان يتحول الفنان من شخصية مهملة في المجتمع لإنسان ومواطن صالح يستطيع يعمل لبلاده كتير. محمد رضا. I'm gonna go to the bathroom.